عدلان الحاج فزت بكأس أحسن لاعب لشهر جانفي، وشاك تشعر أنت تفوز بهذا الكأس؟ يعني هذه تشجيعة مال اللاعب، يعني كل لاعب جزائري ويعطيهم الصحة، يعني يخموا لهذا الكأس، هذا باريس سبورتيف والمجاهد، ونتمنى إن شاء الله كل لاعب يتحصل على هذا الكأس. طبعا هذا بالمجهودات، بكل مجهودات على كل حال. عدلان، انا شخصيا لاحظت بانك تعتمد على السرعه وعلى التحمل، قوه التحمل، هل هذه صفات مكتسبه ولا فطريه، اي جبتها من خلال التدريبات، العمل الجاد، ولا زادت معك؟ على كل حال زادت معايا، ولكن مع المدربين ديالي تطورت. نعم خدمتهم يعني، وراني متحسن وسط روحي بهم. على كل حال، واش تفضل اللعب جماعي ولا الفردي؟ انت تفضل الفردي اظن. انا على كل حال كيكون الوقت على لعب فردي، وماذا بيا يكون لعب جماعي خير. احسن. نعم. اذا نتمنوك ان شاء الله تزيد تفوز بكاس واحده اخرى. ان شاء الله نكون احسن لاعب في العام. ان شاء الله. صح.